إذن مشاهدينا إلى خبر آخر، حيث كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لنشرة التاسعة عن مشاركة داعيات سعوديات في موسم الحج للحد من نشر الرسائل المتطرفة والتي تحمل الغلو بين النساء. معالي الوزير، هذا العام نرى المرأة السعودية مشاركة في مع الوزارة كداعية في المشاعر المقدسة، كيف تم اختيار هؤلاء الداعيات وما هي المعايير والشروط لذلك؟ تم تشكيل لجنة بإشرافي شخصيا، وتم استعراض أسماء معروفة بالأنشطة الدعوية من صاحبات المناهج المعتدلة الوسطية والمؤهلات شرعيا، ولله الحمد المجتمع مليء بهذه النوعية من النساء الداعيات واللائي عندهن خبرة وعلم شرعي يؤهلهن لأن يقومون بحمل هذه الرسالة. فكان لنا في هذا العام الحقيقة اهتمام كبير بأن نملأ الساحة التي كانت فارغة واستغلت من بعض النساء اللائي يدعون إلى بعض التوجهات غير المرضية. هذا العام لا يسمح لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة إلا من أذن له من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وأيضا اختيارنا إن شاء الله سيرى الجميع أنه اختيار موفق لما عرف منها من 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 الداعيات في السابق من توجه معتدل وسطي والتزام بما ورد في الكتاب والسنة، لا غلو ولا تطرف، ويتسمون بالرحمة والتسامح.